بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مذكرة عبد العالي ام في بي مايكروسوفت، ونواصل في دورة ماوي اكزامل الدرس 39، ودائما مع تعامل مع قواعد البيانات الموجودة على السيرفر اس كيو ال سيرفر عفوا. وسنبدأ الآن في الدرس الثالث، تحضير لكريد في خدمة ويب ومع ريفيت. إذا سنبدأ بتحضير الميثودات قبل إضافة كونتيتي فريم ورك. سنبدأ بتحضير الميثودات على الجهتين، على الخدمة وعلى منطقة الفرونت. مثل ما عملنا مع الجيت بوينت، هذه الخدمة هنا في خدمة الويب، أنشأنا يعني جيت بوينت التي ترجع لقائمة، ووصلنا إليها على مستوى الكنترولر. ضفنا الاند بوينت الخاصة بالجيت. الآن سنضيف الديليت والابديت وغيره. وكل شيء عملناه مع درس SQLite. كما تلاحظون هذا درس SQLite، قمنا بعمل الانترفاس الخاصة بنا، لكن الآن لا نستعمل كل هذا، بل نستعمل فقط ريفيت. لحد الآن ريفيت يستعمل فقط جيت اول بوينت، يعني نستطيع هذا حذفه او يعني نزعه من المشروع هو وهذا السيرفيس، لان اصبح السيرفيس الخاص بالSQLite لا نستعمله، سنستعمل SQL سيرفر وبنفس الطريقة هنا. اوكي، فنضيف مثل ما عملنا نفس الشيء. اذا نحتاج الى الجيت بوينت باي اي دي، نحتاج الى الابديت بوينت، ونحتاج الى الديليت والانسرت. هذه الميثودات موجودة في الانترفاس الخاصة بالSQLite، فنزعناها ووضعناها في انترفاس خاصة بالSQL سيرفر التي موجودة على مستوى الباك اند والامبلمنتيشن. اذا انترفاس انتهينا منها. كما قلت، في منطقة الفرونت اند او منطقة ماوي موبايل سنحتاج فقط الى ريفيت، ونحتاج هنا الى تعريف ايضا سنعرفهم الان بمثل ما عملنا في هذه الانترفاس. هنا سنعرف الكنترولر بنفس الكيفية التي موجودة فيها الكنترولر. إذا عندي جات، أو نبدأ بالكنترولر أحسن. إذا الميثودات هنا الموجودة، إذا هذه جات all. أوكي، سنبدأ من هنا وننسخ كل شيء. إذا هذه قلنا SQLite، سنذهب إلى السيرفيس الآن الخاص بSQL سيرفر وننسخ. هو يعمل امبليمنت للاي سيرفر، اي سيرفيس التي ضفنا فيها الميثودات الجديده، والان سنعمل امبليمنت لهذه الميثودات. اوكي، حاليا نتركها نل. هذه void و void. إذا حضرت الميثودات، كل من update و delete و insert و get by id. حضرت الميثودات، ما علي الآن إلا طلبهم من أو إنشاء الكنترولر أو الميثودات الـ endpoint التي تنادي إلى خدمات هذه الخدمات، لأنها موجودة على مستوى السيرفيس، فهي عبارة عن خدمات. هذه الخدمات موجودة أيضا في الانترفاس، يعني السينياتير، يعني الديكلاريشن خاصة بها موجودة في على مستوى الانترفاس. نذهب إلى الكنترولر مثل ما عملنا هنا، سنضيف الميثودات المختلفة. إذا نحتاج إلى كل هذا على مستوى الكنترول. إذا هذه عبارة عن get، لأنني سأمرر ID وأسترجع object. public هذه update هي عبارة عن ال put هو ال insert، وال post هو ال update، وهذه هي delete.
هناك من يقول أن الباست هي الأنسرت والبوت هي دليت، يعني أنتم أحرار يعني. هنا بوت. أوكي. إذن عندي كل من الميثودات، كل التعريف. أوكي. هذه الميثودات كلها ستطلب من خدمة الويب، مثل ما عملنا هنا. لابد أن نمرر أيضا على مستوى الكونستركتور، يعني السيرفيس. لكن يعني أنا أفضل، ما دمت سأطلب في عدة مرات يعني هذه الإضافة الجديدة الموجودة على دوت نت 7، أننا نستطيع إضافة الانجكشن هنا على مستوى الميثود. لكن بما أنها ستتكرر العملية، يعني سأضيف بارامترات في كل مكان هنا، أنا أفضل أن تكون على يعني مثل السابق على مستوى الكونستركتور. فيكون عندي ميثود عفوا getter وsetter. private عفوا read only. وهنا سأمرر الكونستركتور. نعم. اوكي. يعني نستعمل الطريقة السابقة هنا، هنا الـ get by id، وهنا الـ update، وهنا الـ delete، وهنا الانسرت. جيد. اذا انشانا public هكذا، انشانا كل الاند بوينت التي نحتاجها. السينك لا، هنا لا نحتاج إلى السينك. إذن سنكتب الطريقة الجديدة. جيد. بعدما أنشأنا الـ endpoint على كل الـ كل الكنترولر، فستكون عندي نفس الـ يعني الفكرة مع الريفيت. كل هذا نذهب إلى ريفيت على مستوى تطبيق الزامرن ماوي عفوا. ريفيت ريفيت سيرفيس سيرفيس سيرفيس، هنا سيرفيس انترفاس ريفيت، ضفتها فقط. هنا سيكون عندي بارامتر اي دي، وهنا ستكون update method update هي put post delete وأخيرا put.
إذن على مستوى الريفيت كما لاحظتم أنشأت بوينت و من نوع get هنا get وهنا post وهنا delete وهنا put. أوكي، وفي كل مرة أمرر البارامترات هنا على البودي، هناك يعني إضافات سنضيفها لاحقا. المهم الفكرة أننا بنفس تعريف الكنترولر الموجود هنا، بنفس تعريف هذا الكنترولر قمنا بتعريف ريفيت بنفس الشيء. أوكي، الآن ما علينا إلا كتابة يعني إضافة الانتيتي فريم ورك لكتابة هذا كل يعني كل ميثود ماذا ستقوم على مستوى الداتابيس. أوكي، فبعد ذلك نفعل الأكواد من جهة، يعني بعد ما تعلمنا كيف نتعامل مع الريفيت نذهب إلى الباج. إذن في الليست عندي ديليت هنا، إذن أصبح عندي ديليت. طبعا الريفرش حاليا نتعامل معه، لكن بعد ذلك سنستعمل observable collection وسنلغي هذا الريفرش، لكن نتعلم واحدة واحدة إن شاء الله. إذن عندي الميثود هنا، هذه SQLite وهذا خاص بالريفيت، ريفيت ديليت وثم ريفرش، والريفرش هذا دائما ريفيت. إذا الصفحة الأولى انتهينا منها، ما عاد هناك تغيير. أوكي، نذهب إلى صفحة رو ديليت، سيطلب ديليت. أوكي، هنا لا يوجد كود، وهنا في الإيديت إذا مثل ما عملنا هنا سنحضر ريفيت. ليس هذا، لا نحتاج إلى هذه الخدمة. اوكي، هنا عرفنا بها. اوكي، بعد ذلك سنحتاج الى get point وهنا الى الابديت وهنا insert، وانتهى كل شيء. جيد، حضرنا يعني كل الميثودات، لم يبقى إلا التعريف أن على مستوى الريفيت. أين وضعنا انترفاس ريفيت سيرفيس؟ سيرفيس ريفيت هنا. تعريف أننا نقول أن هذا هو بودي، وهذا في البودي، وهذا في الهيدر. اوكي، بل على الريفيت لا نضيف الفروم بودي، بل نضيفها على مستوى الكنترولر فقط. اوكي، هنا نقول له الداتا ستاتي فروم بودي. اذا على مستوى البودي سنرسل الجيزون الذي يحمل معلومات بوينت. اوكي، كل شيء تمام. هنا الجيت نحتاج الى الاي دي، سنجرب هكذا. وهذه النتيجة كما تلاحظون، تنقص هنا لابد أن نضيف بوينت، الكنترولر افتراضيا لا يقبل، لابد أن نضيف بوينت. وهذه الداتا كما تلاحظون، أو السواجر يعطيني جميع الميثودات بالألوان.